السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واذكروا الله لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. النهارده حبايبي ان شاء الله هنعمل مع بعض حبة غريبة، نص كيلو غريبة حبايبي. ان شاء الله جبت هنا بتاع ربع كيلو، ربع كوباية بالكوب المعياري دوت حبايبي. سكر، ودي كوباية سمنة. الغريبة بالذات حبايبي بتحتاج السمنة البلدي، مش بتحتاج اي نوع سمنة تاني. ماشي، هنسمي الله وندعك السمنة مع السكر كده. كده لحد ما يسيحوا كلهم مع بعض زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. متنسوش حبيبي تحطوا لايك وتفعلوا زر الجرس، ربنا يجعلنا نافع عليكم ومن غيركم، واكون ضيفه خفيفه عليكم وقادره ان انا اوصل لكم المعلومه وتكونوا تستفادوا مني. زي ما انتم شايفين كده كده حبايب قلبي، ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله كده. كده السكر والسمنة اختلطوا مع بعض زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. متنسوش تحطوا اللايك حبايبي، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. كده اختلطوا مع بعض اهو تمام. خليكم معايا، هنا دي صفار بيضة حبايبي، بياض بيضة، بياض بيضة، حط عليها انا طبعا الفانيليا وكده، بيتربوا مع بعض كده زي ما انتم شايفين. لحد ما يختلط كله مع بعض كده حبايبي. انا نخلي نص كيلو دقيق بس، طبعا مش هيتحط كله، بتحطي حبه حبه لحد ما تشوفي مقدار السمنه لم معاكي وبقى ايه مظبوط، خلاص بتوقفي ايدك، مش شرط تحطي النص كيلو كله. ماشي، زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله كده حبايبي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اذكروا الله لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله، صلى على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده الدقيقة يا حبيبي هسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، هحطه كله كده زي ما انتم شايفين. خليكم معايا، بصوا حبايبي اهي ما شاء الله العجينه زي ما انتم شايفين. بصوا نص كيلو دقيق حبايبي، يعتبر اخدت ربع او ربع وحبه، يعني مش كتير زي ما انتم شايفين كده، مع حبه السكر بتاخدي حته كده. ماشي، وتعمليها كده وتطبعيها كده،
كده طالما ما شققتش يبقى كده العجينه معاكي تمام وزي الفل. ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله هبدا اسوي حبايبي، ولما اطلعها من الفرن هوريها لكم. خليكم معايا. بصي حبايبي هي الغريبه قبل ما ادخلها النار ان شاء الله باذن الله لما اطلعها من الفرن هوريها لكم. بس هي بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. يا ريت تجربوها حبايبي ان شاء الله تطلع احسن ما انا عملتها كمان. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. خليكم معايا بس ما تنسوش تحطوا اللايك حبايبي، حطوا اللايك. خليكم معايا. بصوا حبايبي كده بعد ما طلعت من النار، بصي سواها يا حبايب قلبي ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي ونعمه. بصوا عامله ازاي، انا بس عشان ما بصوا بتدوب بتدوب، شايفين شايفين عامله ازاي، ما شاء الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده حبايبي. بسم الله ما شاء الله، ما تنسونيش تحطوا اللايك وتصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد. اذكروا الله يا حبايبي لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. ان شاء الله تجربوها وتطلع احسن ما انا عملت كمان يا حبايبي، ربنا يصلح حالي وحالكم. ما تنسونيش دعوه حلوه، ما تنسوش تحطوا اللايك. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.